إذن الخماسية تتحدث عن خرق إيجابي هو إقناع الأفرقاء بالوفاق للتوصل إلى رئيس. بغية تحريك الملف المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، يواصل سفراء اللجنة الخماسية تحركهم وفق جدول لقاءات بالمسؤولين والقيادات السياسية. وفي ظل إصرار على الدفع للإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، التقى سفراء واشنطن وباريس والرياض والدوحة والقاهرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كرر أن التوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم وصولا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. كذلك التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي. السفير المصري علاء موسى أكد من عين التين العمل على تشكيل أرضية مشتركة بين الأفرقاء، وردا على سؤال للجديد أشار إلى أن الخرق الملموس الذي حققه سفراء اللجنة الخماسية هو اقتناع الأفرقاء بالوفاق للتوصل إلى رئيس للجمهورية. هذه الإشارات الإيجابية تتلخص في عنوان رئيسي وهو المرونة. هذا الاستحقاق وحضراتكم تعلموا كثيرا أكثر منا بأنه منذ بدايته وهناك مواقف تبدو حدية إلى بعض الشيء، وبالتالي ما نسعى إليه هو أنه التقليل من هذه الحدية والبحث عن أرضية مشتركة. ما تلقيناه في الأيام الأخيرة من إشارات إيجابية في الحقيقة هتجعل الأمر أكثر مرونة. ومن بكركي لفت السفير المصري إلى أن حراك الخماسية سيستفيد من حراك كتلة الاعتدال. ما شجعنا على هذا في الحقيقة هو أنه لمسنا منهم جميعا وبدرجات متفاوتة في الفترة الماضية مرونة. هذه المرونة في الحقيقة هي اللي هتساعدنا على خلق الأرضية اللي هتمهد للبدء في خطوات فعلية لانتخاب الرئيس. زي ما قلت هنلتقي بكل الكتل السياسية، قد نلتقي بهم عدة مرات لأنه هناك أمور كثيرة يجب الاتفاق حولها. مصادر بكركي أشارت إلى أن البطريرك الماروني أعرب للسفراء عن استغراب سلوك طريق شائك قد لا ينجح، فيما الدستور واضح والمسار الديمقراطي يقضي بفتح المجلس النيابي. وأضافت المصادر أن البطريرك تمنى التوفيق للسفراء الخمسة، رافضا تكريس أعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالحوار التقليدي. سفراء اللجنة الخماسية يزورون الثلاثاء الرئيس السابق ميشيل عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن يستكملوا جولاتهم بعد الأعياد.